أستاذة صفا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. أيوة، أنا هسأل حضرتكم سؤال وأدعيكم دعاء. اتفضل. ما هي أسباب لذة العبادة؟ يعني لما العبادة تبقى تقيلة عليا، أنا عاوزاها تبقى خفيفة عليا ويسيرة، أعمل إيه؟ أسأل الله أن يجعلكم في الملأ الأعلى، وينجيكم من جميع الأذى دنيا وآخرة، ويحميكم من الوباء والبلاء وشر كل داء، ويمتعكم بالجلوس مع نبي الرحمة في الفردوس الأعلى، ويجعلكم من أهل الستر والعافية دنيا وآخرة. وشكرا لكم. ربنا ما شاء الله يجازيكي ما شاء كل الله، خير اللهم يا امين، صفا. جزاك الله خيرا ما شاء الله عليكي. ربنا يبارك لك يا رب ويرضيكي ويجعلك نصيب من الدعاء يا رب. سؤالها حضرتك سمعتيه، ايه اسباب لذة العبادة؟ اني استشعر عظمة الله عز وجل. اني احنا قلنا الاسبوع الماضي العلم، علم اليقين. لما استشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. شوفي، يذوق حلاوة الإيمان. لما نوصل لهذه الدرجة بنتذوق اللذة بتاعت الإيمان والقرب من الله عز وجل، ودي بتتحقق بالمعية. يعني شوفي، الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة قالها إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى حب الله عز وجل يتملك في قلبي، أستشعر لذة كل اللي أنا بعمله في إن أنا في قرب الله وفي معية الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. أستاذ أحمد اتفضل. يا أستاذ أحمد الخط قطع. فكرة اللذة، الطريق بدايته إيه؟ يعني في ناس ساعات كتير تقولك أنا حاسة بفتور، مش قادر أعبد، مش قادر أذكر، وهو في الإنسان صالح لكن مش قادر ده، فمش عارف يستشعر اللذة. أنا بحط لنفسي منهج أمشي عليه، أحط لنفسي خطة أمشي عليها في إني أنا أرتقي بنفسي في الإيمانيات أشحن. وأتدرج بالظبط كده. رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المولى عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. افترضته عليه دي اللي هي العبادة. تمام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ربنا هنا بيحب إيه؟ بيحب العمل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مين هو؟ العبد. فدي خبطة الباب. يبقى هاخد الفرائض اللي ربنا كتبها لي وبيحب ربنا هذا العمل، واخد النوافل وافضل اخبط بيها لحد ما ربنا يحبني. يبقى انا تدرجت الى معيه الله عز وجل، ساعتها هشعر بلذه كل هذه الامور. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله التي يمشي به، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. محتاجه مواظبه بقى. هي مواظبه. صحيح. استمراريه والمواظبه.